أعزائي، هذه البطاريات كل بطارية منها 12 فولت 8 أمبير ساعة، قمت بإتلافها عمداً أعزائي بواسطة التفريغ الجائر، وطريقة إتلافها عمداً بأن أوصلت البارد جميعاً، وهذا الموجب كان موصول، قمت بفتحه، كان موصول وسلك، موصول وسلك، موصول وسلك، ربطت الموجب جميعاً، وشغلت المحرك الكهربائي عليها، والمحرك ذو تيار 4 أمبير تقريبا، وتركت المحرك شغال إلى أن نفذت البطارية من سعة تيارها نهائيا، وهذا ما يسمى بالتفريغ الجائر. ثم أعدت الشحن وشغلت المحرك مرة أخرى، وكررت العملية عدة مرات إلى أن تم تلف البطارية وأصبحت عديمة الفائدة، وأصبحت لا تشغل المحرك إلا لدقائق معدودة. ما قمت به يا أعزائي هو التفريغ الجائر الذي يتلف البطارية حتى وإن كانت جديدة وذي نوعية جيدة أيضا. ولقد قمت بهذه التجربة لكي أعلم هل تتلف كل بطاريات الليثيوم كل خلايا البطاريات، أم إن بعضها سوف يبقى شغال. أعزائي سوف تشاهدون هذا. أعزائي قبل فتح السلك الموجب قمت بشحن البطاريات، وبعدها كانت قراءة أحد هذه البطاريات 13 فولت، أما البطاريتان الأخرى كانت قراءتها 7 فولت. ثم فتحت السلك الموجب وتركتها ليومين، والآن أنا أصور لأفحص، وهذه فرصة لأتعرف أكثر على بطاريات الليثيوم لأكتسب خبرة وأنقلها لكم. وقبل أن نقوم بالفحص لنعلم كم بطارية أتلفت وكم بطارية بقيت محتفظة بفولتيتها وسعتها، أعزائي يجب التنويه إن كل مجموعة تحتوي على 4 مجاميع للبطاريات، وكل مجموعة من الأربع مجاميع تحتوي على 3 بطاريات على التوالي. أعزائي وحيث إني قد فصلت الموجب المشترك بينهما، أستطيع أن أفحص كل مجموعة على حدة وكل بطارية على حدة أيضا. انظر عزيزي بعد التفصيل، كل 3 مربوطة توالي ولا تؤثر كل مجموعة على الأخرى. ولنبدأ بالفحص أعزائي. 4 فولت وهناك مشكلة في هذه المجموعة، وسوف نفحص أين المشكلة في أي البطاريات منهن. وهذه المجموعة بحالة جيدة، وهذه المجموعة بحالة جيدة أيضا، وهذه البطاريات فيها مشكلة أعزائي. والآن سوف نتأكد من كل بطارية لوحدها، سوف أفحص كل بطارية لوحدها. هذه البطارية بحالة جيدة، وهذه البطارية تالفة، وهذه البطارية تالفة. إذن أعزائي من هذه المجموعة فقط هذه البطارية جيدة، ويجب أن نستبدل هاتين البطاريتين. وتذكرون إن هاتين المجموعتين كانتا في حالة جيدة، وسوف نتأكد بفحص كل بطارية لوحدها. أعزائي بحالة جيدة، بحالة جيدة، وأمامكم القراءات الباقية. أعزائي هذه المجموعة وهذه المجموعة بحالة جيدة، وهذه البطارية لوحدها بحالة جيدة. بقي أن نفحص هذه البطاريات كل واحدة لوحدها. أعزائي أول بطارية تالفة، وهذه بحالة جيدة، وهذه بحالة جيدة. أعزائي إذن ما أتلف لدي من بطاريات في هذه المجموعة 1 هنا و2 هنا. أعزائي وفي هذه المجموعة أستطيع أن أبدل 3 بطاريات، وترجع هذه النضيدة 8 أمبير ساعة 12 فولت. لقد اخترت 3 مجاميع مكونة من 36 بطارية مفردة وهي مستعملة ومختلفة النوعية والسعة لكي تكون تجربتي دقيقة. عند فحص هذه النضيدة لم أجد مجموعة جيدة، بل إن قراءة الفولتوميتر تشير إلى أن كل المجاميع تالفة، لذلك سوف أفحص كل بطارية لوحدها. هذه البطارية جيدة، وأفحص البطارية الثانية أعزائي، هذه تالفة، والبطارية الأخرى جيدة. إذن من هذه المجموعة
بطارية واحدة تالفة سوف أضع علامة عليها لكي أعرفها ونفحص المجموعة الثانية. أعزائي هذه البطارية جيدة وهذه البطارية جيدة وهذه البطارية تالفة، وأقوم بوضع علامة على التالفة وأصبح لدي هذه تالفة وهذه تالفة والأربع بطاريات الباقية في حالة جيدة، وأقوم بفصل المجموعة الثالثة. هذه البطارية تالفة وهذه بطارية بحالة جيدة وهذه البطارية تالفة. إذن أعزائي في هذه المجموعة من هذه الثلاث بطاريات فقط هذه في حالة جيدة واثنان تالفة. أعزائي نفحص المجموعة الأخيرة، هذه بحالة جيدة وهذه البطارية تالفة وهذه البطارية بحالة جيدة، فقط التي بالوسط تالفة. أعزائي عندما تلفت هذه النضيدة المكونة من 12 بطارية تلفت لدي فقط 5 بطاريات، والآن أعزائي سوف أقطع التصوير لأفحص هذه النضيدة وأعود لكم. الخلاصة من تجربتي هذه إنه من مجموع 36 بطارية تلفت لدي 14 بطارية فقط، أي ما يقارب الثلث، وذلك بسبب التفريغ الجائر أعزائي، وهذا ما نقصده إن بطاريات الليثيوم أفضل من باقي البطاريات، لأنها لو كانت بطارية أسيد مثلا أو أي بطارية من نوع آخر من الحجم الكبير لأصبحنا مضطرين إلى رمي البطارية بأكملها. أما في بطاريات الليثيوم نستطيع إبدال البطاريات التالفة فقط، وهذه كلفة أقل، أو حتى نستطيع بيع البطاريات الشغالة من هذه النضيدة، وفي كل الأحوال سوف نوفر كلفة تشغيلية. وفي نهاية هذا الفيديو أعزائي ربما أحدكم ينتقد إني قد أتلفت 14 بطارية من أجل فيديو أو من أجل تجربة، وفي الحقيقة أنا أتلفت 14 بطارية من أجل أن أتعلم ومن أجل أن أنقل لكم تجربتي وما اكتسبت من خبرة في هذه التجربة. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.